من جد تحياتنا لكم أصدقائنا المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وأهلا وسهلا فيكم مجددا. محطتنا هلأ رح تكون مع دكتور ميشيل عيد، باحث قانوني واجتماعي. اليوم بدنا نحكي عن كيف بدنا نواجه الأزمات، خاصة مع الوضع اللي عم نعيشه والمواطن محبط والعيد على الأبواب. رح نعرف هيك كم نقطة أساسية لازم نلقي الضوء عليها من دكتور عيد. صباح الخير لك دكتور. يسعد صباحك لك ولكل المشاهدين، وعدتك اليوم ما بدنا ننق لا في اون روز، والمواطن بألف خير وما عنده مشاكل، وهو راح يموت المعطر يعني من الجوع للأسف بس الشديد. أنا عن جد بدي أشكرك لأنه دايما هيك بتحب تعطي روح تفاؤلية بالرغم من كل شيء عم نمرق فيها، فشكري كتير كبير لألك. الله يخليك، بشكرك إليك، وأنت كمان وجهك الرضي وجهك الفرح دايما على الشاشة بيعطي أمل للناس. شكرا. لكن إنك تكوني بوزيتيف شغلة كتير مهمة بالحياة. ليش؟ لأن تكوني نيجاتيف بأي لحظة، الإنسان خلق بطبعه، خلق الحياة تبعه هي مواجهة الموت، يعني مواجهة التحديات، مواجهة كل الصعاب. صحيح. بطبيعة الإنسان خلق تيواجه، ولكن الأزمة اللي عم نعيشها اليوم نحن، الأزمات اللي عم نعيشها اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية وحتى أمنية، عم تخلي المواطن مثل ما تفضلتي بحديثك محبط، ميأس، مش عارف شو بدي يعمل، وخاصة هلأ على العياد شو لازم نعمل، وكأنه اجته صدمة اقتصادية، والأمورتيسيرات تبعه مثل أمورتيسير السيارة ما عم يقدر يتلقى هذا الصدمة، هذه الصدمات، وما عنده حش خلاص إلا بيقول لا حول ولا، وكأنه مبنج عاملين له إبريد بنج وبده يقبل بكل شيء. للأسف أنا بقول بهالمنحة هيدا لازم نكون شوي شوي لبل كتير واعيين لتلقي هذه الصدمات. أولا ما يكون عندنا إيمان، إيمان كبير، خاصة بالأعياد، ونوجه كمان للمشاهدين هالأعياد المجيدة يحمل معها يسوع والميلاد، كل الأمل وكل الفرح وكل السلام. يكون عندنا إيمان لحبنا للحياة. اثنين بده يكون عندنا ثقة بالنفس انه نحن قادرين نواجه، قادرين نعالج. ثلاثة شغلة كتير مهمة انه نتقبل منطق هذا التغيير، يعني اجتنا أزمة، طيب اجت أزمة كورونا، أول شيء لا انصدمنا شو كورونا وإلى آخره، آخر شيء صرنا نتماشى مع كورونا. دكتور كل شيء بيكبر 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 وبيرجع بيصغر. اليوم خلقوا لنا أوميكرون على 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 جينيريك أنا بسميه تبع كورونا، بيقدروا بيخلقوا لنا شيء ثاني. للأسف إنه هي أمور يعني تعودنا على تلقي هذه الصدمات الصحية اللي مش من إيدنا، يمكن ما بعرف كيف جاي. طيب. دكتور يعني حضرتك دايما إيجابي. صحيح. ودايما بنقول انه مهما سمينا الامور باسماء عندك ايجابيه لافته، وهيدا شيء بحبه المواطن، يعني بحب. صحيح. مش انه نزيد له طين بله همومه. بس اذا بدنا نحكي كمان، بدنا نحكي عن اوضاع هلا عم بيمروا فيها كثير صعبه، منا تنكه البنزين، منا مصرياته المحجوزين بالبنك، منا كيف بده يقضي العيد وما معه مصاري اصلا يجيب اللي لازم يجيبه على العيد. صحيح. طيب هون دكتور كيف بده هيك ينسى همومه، بده يقيم يسحب حاله من كل هالهموم يلي عم يتخبط فيها وينطلق ليقضي عيد عادي طبيعي؟ بالمرحله الاولى بيضم صوتي لصوتك، صرت مثلكم مثل طبعا. لا الحقيقه بدنا نكون نحن عندنا منطق المواجهه الصحيحه، يعني اليوم ايه مصرياتنا بالبنك محجوزين، لا هي جريمه كبرى، بدنا نعترف، بدنا ناخذ موقف كمواطنين انه هذه جريمه بحق المواطن المودع اللبناني. نعم. شأنا اما بين حاكم مصرف لبنان، المصارف، المسؤولين، الاداره الدوليه، هذه جريمه بحق المواطن. مين بدافع عنها؟ اولا المواطن، ثانيا الاجهزه الرقابيه يلي هي الدوله مسؤوله عنها، ثالثا المؤسسات او النقابات، يعني باعتمادها نقابه المحامين هي راس حربه بالدفاع عن حقوق الناس. امبارح مشكور منه اطراء، التحيه للنقيب سعاده النقيب الصديق الاستاذ كاسبار يلي عمل لجنه لاول مره بتاريخ النقابي، لجنه حقوق المودعين للدافع وتجابه المصارف وحاكميه مصرف لبنان بحق المودع، مش لانه محامي، لانه مواطن. هذا يعني مشان هيك نحن اذا عندنا منطق المواجهه بنبلش من هونيك نعمل تقطير المشكله. شو تقطير المشكله؟ نعرف شو الاطر الصحيحه للمشكله عم نعاني منها. اليوم تفضلتي حضرتك في ازمه بنزين، طيب عال نحن يمكن ازمه البنزين تفاقمت بسرعه من 10 20 30 الف ليره صار ب 300 400 الف. يمكن الوضع ما كان سليم انه تطلع بهالسرعه هيدي، بس الوضع سليم بكل دول العالم انه يصير تنكت بنزين مثلا مرفوعه الدعم، يعني انه مش مدعوم كتير منيح. الدوله ما حطت السبل السليمه تتقول له للمواطن شوي شوي ديجراداسيون، يعني شوي عشان سنتين بشهر شهرين فتنا بالحيطان، بطلنا نروح من مطرح، اذا ما نشرب قهوه اليوم بمطرح معين بطل فينا، بدنا نكزر ما فينا، بدنا ناخذ عيالنا على مطرح بعيد ما فينا، صرنا متقوقعين
بمجتمعنا. هيدي دكتور هيدا التضييق 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 على المواطن، يعني مثل ما حضرتك عم تقول يمكن اذا بده يشرب فنجان قوي صار بده يحسب حساب، خاصه لاصحاب الدخل المحدود وصار محدود جدا. والحد الادنى 25 دولار اليوم. نعم يعني والحد الادنى للاسف 25 دولار. طيب هيدا لشو ممكن يودي؟ الى اين هيدا؟ الى اين ما نسال وليد بيك. نسال وليد بيك. الى اين؟ اولا انفجار اجتماعي لا مفر منه. أي. اجتماع الانفجار الاقتصادي بلشنا نوقع فيه، وبلشت المؤسسات الاقتصادية يلي تعنى مباشرة بوضع الليرة ووضع المواطن عبتكلها. الانفجار الإداري يلي اليوم موظفين الإدارة كلهم أضربين، مع أنه أنا شخصيا ضد الإضراب ولكن مع حقوق المضربين. يعني هالموظف بده ياكل معطر، بس كمان ما تعطي حقوق الناس، اعمل له يوم يومين ثلاثة بالأسبوع. يعني كمان أنا بسمي التجزيء المشكلة. يعني أنا اليوم ما في إذا علي 100,000 دولار اليوم دين إجي يقولك بدي كبهم كلهم، بس إذا ببلش 100 ورا 100 يمكن يصيروا ينقصوا. الإضرابات المعاشات فضلتي حضرتك، طيب شو بيمنع الدولة اليوم ترصد للموظفين بونس؟ هلا جاي عياد ما علي فرصة، ما انتو هلكتوا للمواطن، صار الموظف عم نعتبر او المواطن ب90% من حقوقه قشطتوا اياها. لو اعطيته بونس على العياد اعتبرها فرصة، والبونس ورا بونس بيخلي هالموظف يرجع يقدر يقاوي من هالصدمات ويقول الدولة لا حول ولا عم تجرب تعالج. ولكن للأسف الحكومات عم بتفشل بأداء الإدارة، الأجهزة الرقابية ما عم بتقوم بعملها مثل ما هو لازم، إدارات الدولة ككل بغيبة عن مقومات الحياة المواطنية. صار فإذا دور المواطن بالتحديد هو يحط السبل الكفيلة انه انا كيف بدي رجلج وضعي. اليوم جاي الاعياد مش ضروري، معلش بقولها على الهواء ما يزعلوني المشاهدين، نروح نجيب هدايا وكادويات والى اخره، او نجيب بيج دو نويل بسعر مليوني ليرة. ماني قادر، اذا قادر بجيب، ماني قادر ما بجيب، بكتفي يمكن بعمل جاتو بالبيت، يمكن ما بروح بجيب كادو مليوني ليرة وما زعل ابني بابي ومامي. عرفتي كيف؟ لا فهم ابني من اليوم يلي عمره 10 و15 او اكثر شوي او اقل شوي انه مش ضروري السنه كادو، لأنه نحن مارين بأزمة. عملية التوعية الدماغية للمواطن بتخلينا نحفز أنه أي بدنا نتقبل صدمات وبدنا نواجه وبدنا نعالج، بس مش معناتها نسكت. سحر إيه؟ أنا ما بدي أسكت، بس أوكي. بس هيدا الشيء اللي عم تحكيه دكتور عم بمهد لانحراف اجتماعي. صح. عم بمهد لسرقات. نحن هلأ بالآونة الأخيرة عم نشوفها، وعم نشوف إيه؟ السطو على البنوك. هلأ عم بيقولوا أنه بفتكر كانوا بالسجن وظهروا صاروا 3 أيام أو شيء، بس كتير. هي إيه؟ هي مش قصة هون ظهروا كانوا بالسجن، القصة أنه وين ما بتروح عم تسمع سرقة عم تسمع انحراف اجتماعي 100%. طيب تفكك اجتماعي، تفكك اجتماعي، طلاق، هجرة الشباب. الشباب يعني السرقات اليوم اكيد بعدنا عم نحكي شو هو الانفجار الاجتماعي، هو نتيجته جرائم اجتماعية، انحراف اجتماعي، سرقات. بكرة انتو الستات انتبهوا للجزدين، كن هلا بالموسم هلا بيمروا اثنين بيخطفوا الجزدين، لو في 100,000 لو في 50,000. انه حتى اليوم هالاشياء الصغيرة يلي نحن مش معودين عليها، حتى الدكتور لما نقعد بالسيارة صرنا عم نقفل من جوا. صرتوا برافو امبارح اجى تعميم انه انتبهوا على السيارة يا ستات، اكثر شيء ما تحطي جزدانك حد السيارة، لانه هذه الأزمة الاجتماعية الاقتصادية عم بتولد أكيد السلوك الإجرامي. ما بيجي يعني بيجي من وراء الفقر، من وراء العوز، من وراء الحاجة. المرات فيك تبرر الحاجة أنه بياخد ربطة خبز، بس اليوم في حاجات أكتر. المواطن بده يعيش، نحن ما عم نقوله للمواطن روح اسرق لا سمح الله، بس في كتير بينحرفوا انحراف اجتماعي مخالف للقانون ومخالف للشريعة. عم نحس أنه إيه في كتير جرائم هون. دور الأجهزة مشكورين، يعني الأجهزة الأمنية بمكان ما بنوجه لهم تحية، كمان هن مواطنين وضعهم الاقتصادي مثل وضعك سحر، وعم بيفعلوا حالهم، عم بيعملوا مثل يعني اليوم جربوا يسرقوا بنك دغري ألقوا القبض على الفاعلين، هي شغلة كتير منيحة وبدنا يفعلوا أكثر الأجهزة، بس هذا ما بيكفي. دور الدولة يكون أكبر، لازم نفرجي المواطن حقه، كيف بدي أعطي حقه المواطن؟ ليش بدي جوع؟ ليش ربطة خبز بتصير ب 10 15 ألف ليرة؟ ليش سوبر ماركت مش عم تهدى؟ يعني ليل نهار سوبر ماركت بتلاقيهم عم يشتغلوا وكأنه بلدنا دولار، بس ما عم بيحسوا انه مواطن عم بيطيل على لبنان وعم بيصرف على الدولار. واجا تعميم مصرف لبنان الله لا يفرجيك اياه اخر مره، معلم انه كانوا عم بيقبض المواطن اللبناني 400 دولار ومشى حاله بال 400 الثانيين وعم بيسيلهم. اجا هلا تعميم تيخربط له راسه لللبناني، بتقبض 1000 دولار على 8000 تصرفها على المنصه، وعم اول شيء عم يشربك له دماغه، ثاني شيء ال 1000 دولار عم تقبضيها 358 دولار، يعني هير كاتس 65 ل 70%.
طيب ليش هالأزمات؟ طيب مين مسؤول عنا هالأزمات؟ هذه الجرائم، هون دور المواطن بالمواجهة. أنا إيه بصرخ؟ بصرخ على الطريق، وبصرخ بالإعلام، وبصرخ بلجنة المودعين، وبصرخ من نقابة المحامين، بصرخ وين القضاة؟ معلش كمان أنا بقول صرخة للقضاة يكونوا حدنا اليوم. نحن مواطنين، بيقدم المواطن مرات دعوة، القضاة بقصص المصارف ما عم بيكونوا كتير أقوياء بمواجهة المصارف، لا يقولوا نحن هنا ولازم المواطن ياخذ حقه. أنا بحب يكون في مواجهة صريحة، لأنه بس تكوني صحر أنت متصالحة مع نفسك وعارفه شو بدي. أنا حر، حضرتك حرة، ما بتعود تفري معي شيء، بحكي كل شيء وبطالب بكل شيء وحقي. مثل بيقول جان جاك روسو، شو بيقول المواطن؟ الوطن هو رغيف الخبز، هو الشعور بالانتماء، هو الدفء، هو التسامح، هو أنك تعيشي برفاهية. الوطن هو أرض وحق، مش بس أرض شوية تراب أو والله شوية شو اسمه انتماء لوطني. هذا الوطن بدي عيش بكرامي أنا. ليش كل مقومات الحياة بشريعة حقوق الإنسان مش موجودة عندنا سحر؟ لا شو السبب؟ حقي بالعمل، حقي بالرفاهية، حقي بالتعلم. اليوم طلاب الجامعة بيهاجروا، حضرتك عم تقولي الهجرة، أنا ما بسميها هجرة، بسميها تهجير قصري. اليوم المواطن منه، ليش بدك؟ بيقولوا لك لبنان أحلى بلد، أحلى بلد بشعبه بكرامته وقت بيكون منيح، بس هلا اليوم أسوأ بلد هو لبنان. ليش بدي هجر أنا الشباب اليوم والأدمغة تبعنا لبرا ويروحوا يشتغلوا برا بحي يلا معاش يقولوا احلى وان واي تيكت؟ هل هالشي يا دكتور برايك عمل ممنهج لتهجير الادمغه الى الخارج؟ يعني ما في حاجه في نفس يعقوب، يعني هي القصه مش هالقد بريئه انه ايه عم بيلاق. لا، في شيء منهج عم بيصير على المستوى الوطني. ما في شك في عاملين، العامل الداخلي والعامل الخارجي. نحن اليوم بس تشوفي انت جيرانك بين بعضهم على طول صريخ وعلى طول مشاكل، بتلاحظي بمكان ما بتتدخلي اول شيء تتعاملي تفرجي انك انت قادره تحلي، واذا لك مصالح انك تفوتي على البيت. يعني انا بقول نحن مش متمسكين، ما عندنا نحن سياسيين جديرين يقوموا باداره البلد حتى بتفليسة البلد يلي هي مفلسه، اداره التفليسه مش موجوده. وبالوقت ذاته طبعا في مخططات اليوم الكل، الدول كثير بتستفيد من انهيارات دول اخرى. مش وقت مش نشوف صندوق النقد الدولي عم يقول لك اعملي اصلاحات تعطيكي، معناتها هو واثق انه يمكن اما مش عم نعمل اصلاحات وما بده يعطينا، او يحطنا تحت الامر الواقع تفضلوا اعملوا اصلاحات. يعني انا بشوف الضوء الاخضر من برا والضغط الخارجي بيخلي السياسيين والقيمين على الوضع بضغط معين يقبلوا انه يزبطوا يعملوا اصلاحات لا حول ولا ولو على حسابهم هن. حاشي بقى عايشين بكوكب اخر. الجامعة الدول العربية اليوم شافونا عم ننهار، تركونا سوري باللبناني زبلونا انه والله هذا لبنان هو ومشاكله وقصص وكذا ما بدنا اياه. ما نحن عضو مؤسس، تفضلوا ساعدونا اجتماعيا اختي. ما بدي بالسياسه، انتم حرين، ما بدنا نتعاطى اليوم نحن وياكي سحر. وعدتك برجع انه ما حنق نشيل السياسه، بس عندنا وضع اقتصادي مزري، وضع اجتماعي عم تشوفه يا دول عربيه، ولبنان عضو معكم، عضو فاعل بجامعه الدول العربيه. ليش ما بتساعدوه؟ شو السبب؟ يا لطيف انه المصريات ما اليوم في بكسروان وفي بالنبطيه وفي وين ما كان مواطنين بحاجه لدعم اقتصادي، دعم مالي. الأمم المتحدة بيصرخوا، الأمم المتحدة وجاي اليوم يمكن صديقنا نحن وياك الأمين العام أنطونيو غوتيريس عم يوجه نداء للبنان أنه كونوا أقوياء وكونوا أنتوا أتحالكم وكونوا. ما أنتوا كمان كأمم المتحدة لازم تعطونا وتساعدونا، لأنه نحن مرين بأزمة، وبكرة بس نرتاح بنساعدكم وقادرين نحن ندعم بشعاعات كتيرة بلبنان. نحن اللبناني بحب الحياة، بحب يعطي، بس بهالفترة هيدي محبط ميأس، ما منا نيأسوا، منا ننغزو من هذا الوضع بمسلمات حياتية اجتماعية اقتصادية على الأقل بالحد الأدنى، تيقدر يجتاز المرحلة بعملية تقطير. يعني بيضبضي بحالي شوي شوي شوي، بس شرط سحر انك تعطيني أمل، أمل اقتصادي، أمل أنه والله المصارف ما عم يعطيني أمل أنه مصرياتي حأخذهم، الدولة ما عم تعطيني أنه الدولار حينزل، الأجهزة كلها ما عم يعطوني أمل أنه أنا جامعاتي حيقوى هون وعلمي حيقوى والسياحة حتقوى والوضع الاقتصادي حيتحسن، ولا في صفر أمل. هالصفر أمل بيخلي عندك أحباط يأس، وبتفكري بالسفر، بالهجرة، بالتهجير، انه بدي حاج خلاص، او يجينا دعم من برا مادي اقتصادي معنوي مغتربين اللي بدك اياه. هذا اللي نحن ناطرينه. دكتور عيد، بنهاية لقائنا الشيق مع حضرتك، الله يخليك، شو بتحب تقول لكل اللبنانيين اللي عم بيحضرونا داخل الوطن ولكل اللبنانيين خارج الوطن؟ انا بدي اقول للمواطنين اللي خارج الوطن ما تنسونا ابدا.
فكروا فينا كل لحظة. أنت يا مواطنة مغترب يلي عندك حنين لبلدك، نوستالجيا تبعك، بيسوى بهالظرف هيدا تكون عندك مبدأ التعاضد والتحالف مع المواطن اللبناني، كان قرابتك أو مجتمعك أو غيره. ويا مواطن لبناني أنت خلقت تتواجه، مرت عليك كتير حروب، مرت كتير أزمات، مثل الأزمات ما عم بيمر، ولكن طالما منحب الحياة بدنا نواجه. كل مواطن أنا بقول لهم على الهواء يعمل غرفة عمليات ببيته هو ومرته وولاده، ويشوف كيف يدبر أموره بهالفترة، يقسم مشاكله، يقسم مصاريفه، يقسم مبدأ العيد وغير العيد وإلى آخره، تنمرر هالمرحلة بطريقة كتير ذكية، رئيس ما تجي إذا صار في انتخابات يكون على الأقل إلى دور إيجابي على مستوى الممارسة الديمقراطية، لأنه حقنا نحن اللبنانية وشغفنا دائما نحب نعطي من عملية انتخابية لإنتاج سقف جديد وسياسة جديدة. وبهالأعياد بالبختم سحر بقول عيد مبارك على الجميع، ولادة مسيح إن شاء الله تحمل معها كل البركة والفرح والسلام. ويا لبنانية ما تخافوا، اللي عنده أمل لو سنة ولو سنتين ولو ثلاثة حيجينا الأمل نرجع نعيش برفاهية. دكتور ميشيل عيد، الباحث القانوني والاجتماعي، شكرا كتير لوجودك معنا يا دكتور، أهلا وسهلا فيك.